استعدادات لإجراء عملية في إحدى الغرف الحديثة. سيتم هنا استئصال المرارة، وهي عملية روتينية اليوم وتجري بالمنظار، وهذا يعني أن الجراحين يدخلون أدواتهم إلى داخل البطن عبر 3 فتحات صغيرة فقط، وهو تطور كبير مقارنة مع ما كان الحال عليه في السابق. يتم فصل المرارة بواسطة الحرارة، ويمكن القول يتم تذويب الأنسجة، وهذا لا يؤدي إلى سيلان الدم ولا يترك ندوبا. ويتم إقفال الشرايين والأوعية بواسطة ملاقط خاصة تذوب مع الوقت داخل الجسد. ستزود غرفة عمليات المستقبل بتقنية جديدة يعمل على تطويرها علماء من جامعة ميونخ التقنية، وهي عبارة عن نظام لمراقبة العين يساعد الجراح. والنظام عبارة عن كاميرا تصور حركات عيون الطبيب الجراح، وتعمل بواسطة مجسات بأشعة تحت الحمراء لا يلاحظها الإنسان. وستكون مهمة هذا النظام فيما بعد توجيه جهاز التنظير الداخلي الذي يرسل الصور من داخل منطقة البطن بدون الحاجة إلى مساعد يتولى العملية. حينها وعندما ينظر الجراح إلى زاوية ما، يتعرف نظام مراقبة العين على رغبة الجراح ويحرك الكاميرا إلى المكان المطلوب، حيث ينقل الصورة المحددة مباشرة إلى الشاشة. لا يمكن اليوم تحسين لياقة الجراح البدنية أو جعله أكثر قدرة وتحملا أو أقوى مقارنة بما كان عليه الجراحون قبل 50 عاما، فقد وصلنا إلى أقصى حدود الطاقة الجسدية الممكنة، وإذا أردنا التقدم فسيكون ذلك بواسطة التقنيات المتطورة. يعكف العلماء على تطوير نظام ميكاتروني ذكي يسمح بإدخال أدوات الجراح إلى داخل الجسد عبر فتحة واحدة فقط، ويجب في المستقبل أن يتقلص حجم اليدين الآليتين اللتين يستخدمهما الجراح حاليا، ويجب كذلك أن تصبح أكثر مرونة وأن تكون قادرتين على العمل في المكان المحدد بدقة وكفاءة تنفيذا للأوامر التي تنتقل إليهما عبر ناقل سلكي. يجري العلماء حاليا أبحاثا حول كيفية نقل حجم القوة المطلوبة، فيسعون مثلا لتحديد المسافة الفاصلة بين المحركات واليدين الآليتين. ولتحقيق أفضل النتائج يجب أن تكون المحركات قريبة من مكان الجراحة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه المحركات تشوش على عمل المجسات الحساسة، ولذا يجب أن تكون بعيدة قدر الإمكان. من المنتظر أن يقوم نظام آلي مستقبلا بتوجيه عمل الأدوات المرنة المستخدمة في الجراحة المعتمدة على ثقب واحد، ويجب أن يكون هذا الثقب محكما بحيث لا يسمح بتسرب الغازات، إذ أن هذا النوع من العمليات يستدعي نفخ منطقة البطن بالغاز لتصبح أكبر حجما، ما يمنح الطبيب الجراح مجالا أكبر للحركة. الفارق الأساسي في تقنية الفتحة الواحدة هو أن الجراح يقوم بعمله على أكمل وجه وبنفس الدقة التي كان يقوم بها سابقاً عبر نظام الفتحات المتعددة، معتمداً الآن على فتحة واحدة صغيرة نسبياً، وهذا يؤدي إلى تقليل مواضع الألم، وبالتالي تصبح العملية بشكل عام أقل ضرراً. يتم التدريب على التقنيات الجديدة عبر المحاكاة، ويسعى العلماء في جامعة ميونخ التقنية للوصول إلى منح الجراح إمكانية إجراء العمليات بالأدوات التي يعرفها، ولكن دون الحاجة لشق جسد المريض في المستقبل. على المدى البعيد نسعى دون شك للوصول إلى إمكانية الجراحة دون أي ندبات، وذلك عبر اللجوء إلى منطقة البطن عبر المنافذ الطبيعية ومن ثم إجراء العملية الجراحية بنفس الطريقة التي نجريها بها اليوم عبر تقنية الفتحة الواحدة. لكن هذا الأمر لا يزال مجرد فكرة مستقبلية. أما اليوم فالتقنيات الحديثة تساعد على تجنيب الجراحين الوقوع في أخطاء خطرة التبعات، ففي 1 من كل 8000 عملية جراحية ينسى الجراحون شيئا ما داخل المريض، وغالبا الفوط المستخدمة أثناء الجراحة.
ولذا سيتم مستقبلاً زرع رقائق إلكترونية داخل الفوط، ويقوم الحاسوب بإحصائها وتحديد موقعها وإطلاق إنذار إذا كانت إحداها في غير مكانها المناسب. حينها سينتظر الطبيب إشارة من الحاسوب تسمح له بخياطة الشق وإقفال جرح العملية.